مرحبا بكم في توقعات احوال الطقس اليوم غد الاحد. غادي تكون السماء قليله الى احيانا غائمه بالمملكه مع احتمال قطرات مطريه بالسواحل الشماليه شمال الرباط، كما يتوقع ان تعرف مرتفعات الاطلس الكبير والمتوسط وبعد الزوال تكون سحب ركاميه ذات طابع عاصفي مصحوبه بزخات متفرقه، وكذلك بمناطق سايس والريف غتهب الرياح معتدله الى ضعيفه شماليه الى غربيه على العموم بالشمال والجنوب وضعيفه شرقيه بالسفح الشرقيه. الان خليكم مع درجات الحراره. بالنسبه لمدينه طنجه غادي تعرف 13 درجه، 11 درجه في كل مدينتي وجده والرباط، 12 درجه في فاس وكذلك مدينه الدار البيضاء، 10 درجات في مكناس، 14 في مراكش، 13 في اكادير وكذلك في العيون، و17 درجه في مدينه الداخله. الان خليكم مع توقعات احوال الطقس لهذا الاسبوع. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سوغ يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. ولا بغيتو تشوفوا شاشه تشوف تي في، ان سامبل كليك في هاد لو بوطون، وما فيها باس الا خليتو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.